ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه ذاكرش بوي، ومعانا النهارده للمره الثانيه منورانا نهى. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيبقى مختلف شويتين. احنا النهارده هنتكلم عن تذوق شويه شيبسيات كده. كنت قبل كده ماشي انا ونهى سوبر ماركت نضيف شويه من اللي في مصر هنا، لقينا الحاجات الغريبه دي، شيبسي اسمه صول. الاطعمه يا جماعه غريبه جدا، ممكن نهى توضح لنا الاطعمه ايه؟ هي توضح اللي تعرفه وانا هكمل الباقي، عشان انا عملت سيرش وعملت ابحاث على الاطعمه الغريبه دي. قول لنا يا نهى النهارده ايه الاطعمه اللي معاك؟ بس طعم في الحقيقه حلو. نبدا من اليمين ولا من الشمال؟ خلينا من اليمين. ده اول طعم، ده الميكس فيجز، ده خضار مشكل، مش عارفه هيبقى طعمه عامل ازاي في الحقيقه. وده بلاك بيبر اند سي سولت، فلفل اسود وملح البحر. لو قلتها غلط خليك معايا. انا عارف ده يا جماعه حاجه اسمها بلاك ترافل. انا دخلت عملت سيرش عليه طبعا، ترافل الشوكولاته، عشان مفيش اي حاجه اساسا نعرفها بالموضوع ده. دي حاجه اسمها الكماءه السوداء، دي حاجه بتبقى زي نبات، في نبات جاي من ايطاليا، فدي هنجرب طعمها طبعا ونشوف الدنيا هتمشي وده ازاي. وده اللي بتحبه؟ وده يا جماعه وصابي اند جينجر، ده اللي هو الوصابي، صوص الوصابي. ده حاجه في التشاينيز فود، اللي هو في اسمه ايه، السوشي، الصوص اللي بينزل مع السوشي، الصوص الاخضر ده، صوص طعمه يعني اعوذ بالله، فما اعرفش عاملينه ازاي شيبسي. وده اخر حاجه معانا السي سولت، ده اللي هو ملح البحر، ده بملح البحر. يلا بينا يا جماعه نبتدي ندوق ونشوف الاوضاع هتبقى ايه في الاطعمه الغريبه دي. اول طعم هيبقى معانا ايه يا ترى؟ حابه نجرب ايه اول حاجه؟ بس خلي الوصابي ده شويه عشان ده ايه، والبلاك ترافل ده ما تخليه. بص، في حاجتين فيهم صوت، سي صوت، نفتح واحد منهم. انا عايز اجرب الاول. رزلك العادة. لونه حلو. مفيش اتنين سي صوت. ايه ده؟ مش عارف. طب يا جماعة هو مش بايظ، بس هو فاكيوم كوكد، مطبوخ مش عارف بطريقه الفاكيوم دي، مش عارف هو مدخن ولا ايه. هوريكم دلوقتي فين من جوه. انا اول مره اشوفه اساسا واجيبه، فهي صدمه. انتوا مش متخيلين يا جماعه، ده الشيبس اللي يعني يا زين ما اخترتي. شايفين يا جماعه الالوان والحاجات الجميله دي؟ اول حاجه هنجربها، ربنا يستر. هو ايه ده؟ مش عارف. هو في جزر؟ ما هي ده خضار ما زي خضار مقلي كده ومعمول بطريقه فاكيوم. ده معرفش ايه الفاكيوم دي. حلو، ما انا دقته. انا اول مسكه. طب اتفضلي انت اللي هتبتدي، انت اللي اخترتي. طب هو ده ايه، جزر؟ والله طب اقول لك على فكره حلوه، افتح ايدك كده. ايه؟ خد، افتح ايدك، استنى ما تاكلش. ما هم دول الثلاث اشكال اللي جوه. انا مش عارفه دي بسطرمه ولا ايه، بس يعني اوكي. ده بنجر. انا شايف ان الفيديو ده انت تدوق كل الاطعمه ده غالبا ليمون يا جماعه، تقريبا مجفف، ده اول نوع. انا شايف ان انت تدوقهم كلهم لوحدك، وده غالبا بنجر. انا اشوف لو في حاجه رابعه. طب ممكن تجيب لي واحده من دي كامله عشان افهم دي ايه؟ هي دي واحده كامله، هي دي، هو ده الباقي اصغر. دي هندوق ونحاول نكتشف يا جماعه مع بعض، مش عارف ده عباره عن ايه. بصوا هنجرب الاول البنجر دي. بص، هو بنجر على شيبسي، يعني بنجر مقرمش، فاللي بيحب الحاجات الحلوه شويه يعني ده مسكر مش حادق. الناس اللي ملهاش في المسكر في الشيبس يبعد عنه عشان مش هيعجبه، اللي بيحب المسكر اوكي. دقتي البنجر؟ تحفه، جميل. لا ممكن تدوقي البنجر وتقولي لي؟ دقته اعمل ايه؟ دقته واحده حلوه.
انت مالكيش في الحلو. تمام. هو مش مميز يعني، هو للناس اللي بتحب التجربة الغريبة. ده غالبا والله اعلم ليمون، وانا ما بحبش الليمون، فهو لو ليمون الموضوع مش هيبقى لذيذ. ده ممكن يكون اكسبيرد واحنا اتلخبطنا فيه. لا يا جماعه انا مش فاهم ده ايه، بس هو مش حلو خالص. التاني حاجه دي مش حلوه خالص، نوع دو برضه دينا رايعه. لا مش ده، لا مش دي. بصوا يا جماعه واضح ان هو حاجات كتيره يلا بطل. طيب انا هجرب دي شكلها، دي جزر، دي تقريبا جزر، واضح شكلها جزر. لا يا جماعه لا، يعني البنجر كان افضلهم اساسا. هشوف برضو في تاني معانا جوه، بس يعني ما رجحش بالميكسد فيجز ده، ما رجحش بيه خالص. ما حدش يجيب سول ميكسد فيجز ابدا. هتشوف في اطعمه ايه تانيه. دي شكلها مختلف شويه برضو، عامله زي الطاقيه معرفش ليه. نجربها ونقول لكم. طب يا جماعه انا حاولت ان الاقي حاجه حلوه يعني، بس ما للاسف كده خلصنا من اول نوع اللي اختارته، اللي صممت انها تختاره، ما كلتش منه تقريبا، انا اللي كلته كله. تاني حاجه يا جماعه نجربها، البلاك بيبر اند سي سولت. ده فلفل اسود وملح البحر، نفس الشركه برضو اللي هي شركه سول. ده مصنوع بالايد، ده لو انا اللي عاملاه يبقى احسن. ده بيقولوا انه مصنوع يدويا، مكتوب كده على الكيس. اه ده يعني مش وريه شكله الاول. لا اشوف الشكل من جوه. ده شكله شيبس عادي، بس شيبس يا جماعه اللي هو العريض، يعني الشيبس هي مخدومه. لا نفس طعم الفراخ اللي كنت بعملها المسلوق ده. حلو. اشرب ميه بس عشان ايه اجيب الفليفر بالظبط. واحده مليانه. بصوا يا جماعه الشيبسيه شيبسيه يعني، وعليها التوابل واضحه. لا ده حلو، فلفل اسود بتاع الناس المحترمه يعني، حلو. وده كده يا جماعه يكون تاني نوع معانا، ده اللي هو البلاك بيبر اند سي سولت. ده أحلى. بالنسبه لي كويس حلو. يعني احلى من التاني. اللي عاوز يجيب سول لا يجيب البلاك بيبر اند سي سولت. انت ترجحي يعني؟ لا ده افضل من التاني بكتير. دلوقتي داخلين على تالت طعم، من هو هي اللي هتختار. ربنا يستر من الاطعمه بتاعتها لانها بتختار حاجات جميله بصراحه يعني. اختاري لنا ملح البحر. بس بتلعبي في المضمونه وهتسيبي لي انا اتنين غراب. يلا. شكله برضو زي الفلفل الاسود كويس. انت شم كده. هات الكبيره دي، الكبيره دي حلو. شيبسي عريضه. هو الشيبسي مخدوم قوي، الشيبسي ابن ناس يا جماعه، ابن ناس. ب 20 جنيه. حلو ده كده. حلو حلو. تحس انه فتح شهيه كده يعني، بيفكرني شويه بالشيبس اللي بينزلوا ساعات احدى المطاعم بتاعت الكباب والكفته، بينزلوا لك ساعات سايد كده شيبس قريب منه قوي يعني. تحس ان هو فعلا هوم ميد قوي، ده شيبس بيتي بالملح. عجبك هو كده؟ ها؟ فكرني بايام العك والمطاعم والكباب والكفته. ماشي حلو. لا ده حلو برضو، بس حتى الان البلاك بيبر افضل، ثانيا السي سولت. ده الميكسد فيجيز ده انتوا عارفين راينا فيه ايه. خلينا نخلي ده الاخر، اللي هو تاكله وتقوم. دلوقتي انا اللي هختار رابع واحد. يا ترى نفتح البلاك ترافل ولا الوصابي اند جينجر؟ هو
هو خلي الوصابي ده عشان ده هيبقى ده يعني زي ما لو انتم ما تعرفوش ده صوص حراق جدا 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 اللي هو الصوص الاسيوي ده بتاع السوشي. ف خلاص خلينا خليه في الاخر عشان هيبقى قلب معده او والله اعلم يمكن يطلع حلو. هنجرب. خلينا في البلاك ترافل. انا اخترت البلاك ترافل يا جماعه اللي هو الاخ ده. ويلا بينا نجرب. شكله برضو مختلف ولا شكل الشيبس واحد. شكل الشيبس نفس الاثنين اللي فاتوا. يا على قدك. برضو شيبسية عريضة ما شاء الله. شيبسية مخدومة يعني وزن. طعمه ايه؟ دي اللي هي الكماعة السوداء. دي حاجة أول مرة في حياتي أدوقها. هي سوداء فعلا. هو أنا مش فاهم. بحاول أفهم. استنوا عشان بحاول أفهم والله. لك ميكروجين. في الاول في حته كده تحس انك بتاكل جبنه. عشان اللي هيجرب الطعم ده برضو يقول لنا رايه ايه. لان انا في الاول تحس انه زي الشيبس الجبنه بتاعنا المصري. بعد كده بيريح شويه يدي على توابل. انا بالنسبه لي برضو تجربه غريبه اللي هو البلاك ترافل ده. بس ده وده احلى منه. انا هقول ترتيبي وانت تقولي ترتيبك. لا انا عاجبني لان في اول طلعه دي كده بحس ان هي جبنه. خلصت نص الكيس في الطلعه يا جماعه. نوها بتعمل دايت ماشي على نيوتريشن بلان جميل. طعمه زي زيت العربيه. طلعت 10000 واحده. لا خدي انت اللي طلعتيهم. الزيت العربية كده. احنا مختلفين بقى في الرأي في الموضوع ده. شيلي. انا شايف انه ده لا تجربة مختلفة وعجبتني. هي مش عاجبها. هنخش انتي رتبي في الاخر. قولي 1 2 3 4 5 وانا هرتب عشان احنا في اختلاف هنا في الاذواق. هنخش على اخر نوع معانا اللي هو شيبس سول وصابي اند جينجر. ربنا يستر. انتوا الجينجر ده عارفين اللي هو الجنزبيل اللي مفيش اي حد فينا بيحبه. والوصابي لو بتاكلوا سوشي مفيش اي حد غالبا برضو بيحبه. فهنجرب ونختم بيه يا جماعه. ربنا يستر. يا ترى ايه متخيله ايه لما احس هتنط لي سمكه من جوه. اوبا. لا لسه. هو بص هو تحس ان ريحته يا جماعه والله العظيم زي البتاع اللي هو البتاع الاخضر بتاع اللي بيلفوا بيه البتاع ده السوشي. دي الشيبسيه ما شاء الله. شيبسيه بنت ناس يعني. شيبسيه نص كيلو. لسه ما فهمتش حاجه. انا لسه ما فهمتش حاجه. بس هو في لسعه ولسعه ضربت في شفايفي يعني. مع في حاجة في شفايفي غلط. يا نهار اسود. انت غيرت زيت العربية ولا ايه؟ لسه والله لسه بدري. ايه ده؟ هو انا مش فاهم. ده بقى اللي انا مش فاهمه بصراحة. مش كنا جبنا الشيبس ابو 5 جنيه احسن؟ ده بالنسبة لنا هيبقى يعني رقم 4 من في الأسوأ يعني بعد الميكسد فيجز دي طبعا. لا ايه ده؟ لا ده في واحدة. ايه ده؟ ده مش كل واحد. اكلت واحدة دلوقتي فرقعت في بقي. لا لا خدي واحدة من الصغيرين. والله وحياة ربنا. لا استني شوف لك واحدة أصغر. والله العظيم فرقعت في بقي. خدي كده دي. خدي واحدة بس محملة بالتوابل. لا اضربيها مرة واحدة. والله العظيم آخر واحدة دي فرقعت في بقي. لقيت الشطة يا جماعة فرقعت في بقي. ما جابتش معاك لسه الفرقعه دي؟ انا بحب الشطه. لا فرقعه. طيب بكده يا جماعه نكون خلصنا الخمس اطعمه. احلى تجربه في الدنيا. الحمد لله رب العالمين. جميله. طيب بعد انتي... تجربه البيبسي بالبيبسي. شايفه ده احلى واحد. يلي ده
يعني انت عاجبك فكره الملح بتاع البحر ده غالبا هو اللي ده احلى واحد. وبعدين ده اللي هو البلاك بيبر، نوها بتقول انه افضل واحد بلاك بيبر اند سي سولت، وتاني واحد السي سولت. ده بالنسبه لتقييمها هي، نشوف تقييمها كده ايه. هنبتدي واحد من اليمين، اثنين بعديه، رتبي. وبعدين دي اللي هي القمعه السوداء، كماء قمعه ماشي. نشوف وبعدين ده ما ده. وفي الاخر الميكسد فيجنز ده يا جماعه ترتيب نهى. انا الميكسد انا بالنسبه لي انا واحد هيبقى البلاك ترافل اللي هو كان رقم 3 عند نهى، ده اللي هو اللي قلت لكم فيه طرقعه جبنه في الاول عجبتني. وبعد كده الترتيب هيبقى واحد، بعد كده هيبقى بقى 2 البلاك بيبر، 3 السي سولت، 4 الوسابي، بعد كده الميكس فيجن. ده يا جماعه يعني ما حدش يفكر يجربه. الاربعه دول انصحكم تجربوهم طبعا على حسب الترتيب اللي انا مرتبه. عايز اضيف حاجه تانية يا نهى؟ بعد التجربه دي $75 انا اللي دافعها. هو كده خلاص التحدي خلص، ويا ريت ما نجيبش البتاع ده تاني. لو ينفع بس في حاجات حلوه ممكن نبقى نجربها في حاجات تانية مع اطعمه تانية. بس هي حاجه واحده بس، ادعموا القناه بتاعه جو عشان تبقى شكلها افضل، وهي كده كده محتواها وفيديوهاتها هتشوفوا حاجات مختلفه. هنعمل لايك، هنعمل شير كتير لاصحابنا عشان يشوفوه ويقولوا لنا رايهم. لو عندكم افكار لاي تحديات او فيديوهات وسبسكرايب طبعا، ولو هتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو هو هيعمله. تشكر. شكرا يا استاذه نهى. اي خدمه. وكان معكم جو من قناه ذا كرش بوي، اشوفكم على خير. باي. سلام.